عدد المخترعين بشكل عام حسب آخر إحصائية بحدود 470، عدد المنضمين للجمعية وأعضاء الجمعية 205، بعضهم مخترعين وبعضهم داعمين. الاختراعات عادة تسجل بأسماء الأشخاص، شخص أو شخصين أو ثلاثة، بحسب الجهة اللي هو بياخذ منها البراءة عندهم اشتراطات معينة. احنا بالنسبة لنا الكويت عندنا أغلب البراءات تأخذ من مكتب البراءات الأمريكي أو الأوروبي أو الخليجي. من البراءات بالكويت تقريبا بحدود 1037 بحدود. احنا عندنا واحد من المخترعين اللي عندنا فقط بروحه مخترع عنده أكثر من 30 براءة. هذا احنا سبب حملتنا، ان احنا الأوراق هذه اللي موجودة اللي احنا بس نسمعها نبي الناس تشوفها. يعني احنا الآن عندنا، أعطيك أمثلة عشان تعرف مستوى الاختراعات. مثلا عندنا احنا في اختراعات سواء من ناحية الطبية او من ناحية البيئة او مهندسين او غيره. الان عندنا واحد من الاختراعات يحل مشكلة كبيرة عندنا بالكويت اللي هي مشكلة السافي او الرمال المتراكمة سواء في المنطقة الشمالية او المنطقة الجنوبية اللي تسبب حوادث، واستشارونا في المرور على هذا الموضوع. وفي عندنا اختراع يحل هذا المشكلة بشكل جذري، وراح يحل في التخضير، في تخضير المنطقة، وايضا في دعم الأكسجين في هذا، وتقليل من السافي أو الرمال المفككة في هذه المنطقة. هو نظام ري تحت الأرض في المناطق البعيدة، لا يحتاج عمالة، يقلل استهلاك الماء، وهو بروحه يسوي تعيير أو كالبريشن، إذا الجو حار يزيد، إذا الجو بارد يقلل. بالإضافة إلى أنه هو يقعد 20 سنة في هالمكان. الدعم جدا بسيط كبروتوتايب. أنت حين عشان تسوي الاختراع هو بروسس طويلة، الأول تكتبه بعدين تسوي نموذج. إحنا نبي هذا النماذج بعد ما نعرضها للدولة، خلي الدولة هي تستثمر فيها. إحنا مو هدفنا أن إحنا مادي، لكن المخترع ممكن يحتاج جزء من هذا، خلينا نقول المكاسب المالية ممكن يحتاج، لأن هذا اختراع أو فكرة يعني، ويحتاج أنه هو يستثمر في أفكاره. هذا الاختراع لو أنت بتسوي على مساحة 500 متر خلينا نقول، ممكن يكلفك 2000 بس هذا الاختراع. إذا أنت بتزيد المساحة أنت عاد تضربها بالعدد اللي أنت تسويها.